رفيف، وطي صوتك. ليش؟ بلكي البنت نايمة هلا، بلا ما ترعبيها. بعدين هالبيت مو بيتنا، كيف بدنا ندور فيه؟ خلينا نشوف هون. مساء الخير آغا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مانك جوعان ابني؟ إذا بتحب بجهز لك شي دغري. شكرا، ماني جوعان. أكيد مانك آكل ولا لقمي من الصبح، ما هيك؟ صاير معك شي مضايقك ابني؟ اللي احكي لي. أنت شو دخلك فهميني؟ ها؟ شو دخلك؟ مو ناقصني غير وحدة مثلك تجي تحاسبني. عدنان خلص، ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقة بنوب. ليش مين حضرتك؟ ليكي فاطمة روحي من وشي أحسن ما أنزعلك مرائك عند هالمساء. رفيف؟ ليكني أنا عندك حبيبتي، تعي. يا عمري لا تخافي حبيبتي، خلص شوفي. أنسى يمكن أنا موسخة بثيابي. ولا يهمك، عادي يا روحي. زهرة أنا أجيت.
رفيف. صباح الخير زهرة. صباح الخير أنسة ملك. ما بعرف كيف بدي أشكركم لأنكم جبتولي أختي لعندي. إلك عنا مفاجأة زهرة. إلي أنا؟ حكيت مع الدكتور قال لي وضع أمك عم يتحسن. صار فيكن تشوفوها؟ عن جد عمي؟ إيه عن جد؟ الحمد لله هاد أحلى خبر بسمعه. ما بتصدقوا شوف رحت. سمعتي شو رفيف؟ أمي هلأ بتكون عم تتحسن ورح نقدر نشوفها ونتطمن عليها. خلونا بالأول ننزل لتحت مشان نفطر، شو موافقين؟ يلا لكم. يلا هاتي إيدك. بوران، فاطمة قالت لي إنه عندك خبر بدك تخبرينا إياه. إيه خبر لزمرد خانو؟ إلي أنا؟ عن شو أحكي؟ بخصوص ابنك. شو قلتي ابني؟ ابنك هلأ بإيدين أمينة. ديفين يلا كل لقمة بنتي، يلا عمري كلي كرمالي. قتلوا لي إياه لابني. ميسون قتلته، رح أقتلها مثل ما قتلته. شو هالحكي هاد نيفين؟ شو جنيتي أنتي؟ خلص صار اللي صار بنتي. بدي أقتلها والله ما رح سمعها. هالشي اللي عملته هي السبب بما دمني، هي السبب. أنت تدعي إنه ما تحكي لحدا شي عن موضوع زهرة، شو رح يصير فينا إذا عرفوا الكل؟ رح شوف الممرضة مشان تجيب لنا حدا ينظف الأرض. ما بتأخر. ورح شوف زهرة وينها، لازم ننتبه عليها وما نخليها تشوف أمها. يا ربي شو هالمصيبة. أنتِ متأكدة من اللي عم تحكيه بوران؟ شفتيه؟ ما شفته، بس بعرف وينه. شو هالجنان هاد؟ شو زمرد بدك تردي على كلام هالمجنونة؟ كيف عرفتي وينه؟ مين خبرك بوران؟ علي عند مين هلأ؟ احكي. أبوه أخده. ابنك عند أبوه هلأ. لا، أصدقني ابني مات. لا يا ربي ابني. طولي بالك زمرد خانو. مو الحق عليك، الحق على اللي دخلك لهون. نلعي لبرا، يلا نلعي. والله هو طلعي لبرا، طلعي يلا. عملك طلعي نلعي يلا. علي ما مات. لا هو رح يرجع. رح يرجع ابني، رح يرجع لي، رح يرجع. اهدي الله يخليكي. ميسون خانو، الحمد لله على سلامتك. يلا لازم تشدي حالك شوي، كلهم مشغول بالهم عليكي وولادك ناطرينك ليشوفوكي. يسلموا ايديك زهرة. بعدها السكرية شوي. يلا
يلا شو عم تستنوا؟ كلوا، بدكم تخلصوهم كلهم. ماشي عمي. ملاك يلا كلي. طيب ان شاء الله امي ونيفين بيتحسنوا وبتمرق هالازمه على خير. بتمرق ان شاء الله ابني، بتمرق. يلا رفيف. ها هاي بناتي الحلوين، ان شاء الله صحتين وهنا يا ابي. أنت قتلتي ابني ميسون وأنا رح أقتلك لو شو ما صار. يي وين راحت؟ نيفين؟ وين راحت هالمجنونة؟ الوقت اللي مرق كنتي عم تأذيني وأنا ساكتة وما عم بحكي شي. انتي ما حبيتيني ابدا وكان بدك تفرقي بيني وبين سليمان وضليتي كل الوقت توزي براسه، بس هلا انتي اخذتي روحي مني. الشي اللي عملتيه ما بينغفر بالمره. ابني مات مقتول. موتي لو سمحتي. ممنوع تدخلي على غرفة العناية. إذا بتريدي خليني فوت لجوا، هالقصة فيها حياة أو موت. يعني يلي جوا بتقربني خطي وبجوزي ترتاح أكثر إذا لقيتني جنبها. أنتِ بعدتيني عن ابني وهلا انت كمان لازم تبعدي عن ولادك. بعد شوي رح نشوف امي انا وياكي رفيف. يا الله شو مشتاقة ضمها. وأنا كمان بدي ضمها لأمي وبوسة بوسة كبيرة. نيالها والله. بعتذر أنا ما بقدر خليكي تدخلي على هي الغرفة. خلص معناها بشوفها بس تخرجوها من هون. شو عم تعملي نيفين؟ شو عم تعملي جنيتي بنتي؟ تركيني امي، تركيني، هي لازم تموت. تعي يلا تحركي بسرعة قبل ما حدا يشوفنا هون. خلصيني تحركي. اخ ليش عملتي هيك نيفين؟ ليش؟ شوفي ليش الدكاترة راكدين هيك؟ أنا شو بيعرفني سليمان؟ طالعت نيفين مشان مشيها شوي.
شوفي ليش كلكم واقفين هون؟ سليمان قول امي شو صاير معها؟ شو القصة؟ بعتذر منكم، نحن عملنا اللي بنقدر عليه. البقية بحياتكم. عزاها رح ينعمل عنا بالقصر، خبروا الكل بهالشي، كل شي بيلزمنا بتجيبوه، ما بدي أي شي ينقص غانم. ماشي أمي، أنت لا تاكلي هم. زهرة وينها؟ ليش لهلأ ما إجت عزات؟ رشيد وسليمان حالتهم صعبة كتير، لهيك زهرة ورفيف رح يناموا عند ملك اليوم. بالله كل القصر ما عجبهم لحتى يناموا عند المعلمة. البنات تعبوا، ورفيف خايفة وما هديت غير مع ملك، وزهرة ما طوعها قلبها تجي وتترك اختها لحالها. تفضلي آغاي. ما بدي فاطمة، حاسة حالي مخنوقة، ما عم بقدر اتنفس، والنفس اللي عم باخده عم يخنقني أكتر، وبلا كمان ما أشرب قهوة بهالوقت المتأخر. يلا تصبحوا على خير يا جماعة، أنا رح أروح نام وارتاح، بلكي بكرة بيكون أحسن من اللي راح. تصبحي على خير أمي. تصبحي على خير. تصبحي على خير أخي. وأنتوا بخير. تصبحي على خير. فاطمة، أمي وينها؟ زمرد خانم عم ترتاح بغرفتها، بس هي مو منيحة كتير بصراحة. بعد ما إجت بوران وراحت تراجعت حالتها. ما فهمت، بوران ليش إجت لهون؟ إجت لهون وقال عندها شي بدها تقلنا يا، بس الأغاي اتضايقت كتير وندمت ليش سمحت لها تفوت لعنا. ليش هي شو قالت؟ قالت انه بتعرف وين مكان علي. بالاول كلنا فرحنا وصدقناها، بس لما قالت انه هو عند ابوه هلا، زمرد خانم يا حرام بس سمعت هالحكي وقعت من طولة، لان فهمت من كلامها انه علي مات، ومن وقتها لهلا هي هيك. كيف هيك؟ بوران منين جابت هالحكي؟ طيب شو عرفها؟ من كل عقلك عم تحكي؟ انت بتصدق هالعلاك؟ هاي واحدة مجنونة وما بتعرف شو عم تحكي، يلي بيخطر على بالها بتحكي. بسيطة، أنا رح روح شوف أمي. شو يا غالي؟ كيف صرتي؟ كيف بدك يعني يكون؟ أخوك ما بعرف وينه، هو عايش ولا ميت؟ عايشة بكل لحظة خايفة يجيني شي خبر مو منيح عنه،
هو بردان جوعان شي، في حدا عم يهتم فيه، وين أراضي هلا؟ أمي أنا متأكد إنه علي عايش، مستحيل حاله يختفي من هنيك فجأة هيك، يمكن يكون حدا شايفه ومساعده ويكون عنده هلا. والله أنا قلبي تعب خلاص وما عاد أقدر أتحمل، ما بكفيني أبوك، هلا إذا بخسر علي كمان اللي كيف بدي أعيش أنا؟ أمي حاج تقري حالك، علي رح يرجع. أنا بوعدك أمي رح لاقي، بس بترجاكي صعب علي شوفك عم تبكي هيك. شو بك غانم؟ انت مكبر القصة، لو اخوك جمال عايش لسه مفكر انه علي رح يستنى لهلا، كنت من زمان لقيته فايت هو وياه على القصر. عم يجيني بالمنام عطول، بيطلع فيني بنظرة كلها لوم وبيقول لي ليش عملت فيني هيك يا اخي؟ نحن ما كنا اخوي يا غانم، شو بك؟ بحاول احكي بالمنام بس صوتي ما بيطلع، وبحس انه نفسي انقطع من هون بختنق. غانم هذا كابوس من كتر ما عم تفكر، جمال توفى من زمان، شيل هالقصة من بالك وارتاح. انت ما غلطت، انت عملت عين العقل، لو اخذت المصاري وعطيتهم لجماعة التهريب كان رح يتغير شي؟ تأكد انه ما كانوا رح يتركوه لجمال. بعمرك سمعت انه هن تركوا حدا؟ اللي مين قدر ينفض من بين ايديهم؟ بالعكس اللي عملته هو الصح، انت فكرت بعيلتك وبتعرف انه اخوك ما رح يرجع، لهيك ما رميت المصاري بدون فائدة. وانا فعلا بوقتها فكرت بعيلتي. لك انسابها اخوك جمال، خلصنا سكر على هي القصة، لا بقى تفكر فيها، خلي زمرد هلأ تلتهي بولادها. خلصنا بقى. يلا أبي خلينا فوت لجوا، يلا يلا. تعال خلينا نفوت أبي، يلا. ماني ألفوت يا أبي، ماني أدرى كيف بدك يعني فوت وأمك مو بالبيت، أنا كيف بدي كمل حياتي من دونها؟ شو راح يصير؟ شو قلي؟ ما بعرف أبي، ما بعرف، ما بعرف. كيف بدنا نكمل؟ ما بعرف. شايفة هالرسمة يلي هونيك على الحيط؟ هاي رسمة ترفيف، حلوة كتير مو هيك؟ قالت لي إنه اللي بالرسمة أنا وياكي، بكرة أنا رح أخدها وورجيها لطلابي، ولما رفيف بتكبر وتصير رسامة رح قلها نشوفوا هاي الرسمة رسمتها لما كانت صغيرة. حاسة كأني عم شوف كابوس بشع كتير،
وإنه بكرة بس في الصبح أمي رح تكون عايشة وموجودة معنا. يا عمري أنت والله حاسة فيكي حبيبتي، وبعرف قديش أنت هلأ موجوعة. أنت شي مرة مرقتي بهيك شي كمان؟ إيه، من زمان لما توفت بنتي. ليش، أنت كان عندك بنت أنسة؟ إيه كان عندي، بس توفت قبل حتى ما أشوفها. ماتت وما قدرت أني أحضنها كمان. الله يرحمها زعلتيني. وقتها حسيت أنه الدنيا خلص سكرت بوشي، وأني ما رح أقدر وقف على رجلي، وصرت أتمنى لو متت. ما ضل عندي رغبة أنه عيش، وحسيت أنه حياتي وقفت هون. بعدين شو صار؟ شو صار؟ حاولت أنسى ورجعت أحكي واختلطت مع الناس، يعني صرت خبي حزني جواتي كرمال أمي وأبي يتركوني بحالي شوي. وشوي شوي صرت حس أنه خلص كل شي نسيته، نسيت بنتي وخسارتي لألا ولحالي. هلأ حتى لو قلبي عم يحترق وشي بيكون عم يضحك. بالحقيقة كل ما بتذكر أني نسيتها بترجع بتخطر على بالي أكتر، وبرجع بتأكد أنه ما نسيتها أبداً وما رح أنساها كمان. كل القصة أني تعودت أعيش مع هذا الوجع. القصة مو سهلة بعرف، بس مع الوقت رح تتعلموا كيف تقدروا تعيشوا مع وجعكم. فيصل لو سمحت. تعرف وين بوران هلا؟ لا يا آغا، ما اجت اليوم الصبح، تأخرت، كنت لاقيها هون قبل ما افتح المحل. ما إلا بالعادة تأخر هيك. ماشي، بس تجي طلب لها شاي وخليها تقعد وخبرني فورا. ماشي آغا، تكرم. جيب لك شاي؟ لا شكرا. العفو. روح شوف شغلك انت. بوران لا تضربني، أنا ما عملت شيء، ما دخلني. لا تخافي بوران، أنا عسل.
اهدي شوي. بس أنا ما عملت شي والله. بعرف، متأكد إنك ما بتعملي شي مو منيح. لا تخافي، أنت عن جد شفتي لعلي؟ وين شفتي؟ خبريني وين؟ أخوك هلأ عن جمال أغا، شافه وقعان عند الوادي، راح ساعده وأخده معه. المسكين ما عنده حدا. طيب بتاخديني لعنده؟ لعند جمال أغا؟ ماشي، يلا خديني. يلا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله. الله يرحمها يا بنتي. مين كان متوقع تموت بهالسرعة؟ امبارح كانت بيناتنا واليوم بين ايدين ربها، صعبة وبتكسر، بس هذا القدر. كلياتنا رح يجينا هيك يوم، امتى وكيف وشلون هالشي علمه عند رب العالمين. بس المهم نآمن بانه الموت حق، مشان بالاخر نتقبل النهاية يلي مرافقتنا مثل خيالنا. الوداع قاسي، بس هذا هو قدر البشر. منودع اشخاص تعودنا على وجودهم وعشنا معهم وقت طويل، وبلحظة بينسرقوا منا ونحن منحس بالضعف وبنخسر. بس لازم نكون أقوى ونتعود، ما عنا حل غير إنه نتجاوزها لحتى نقدر نكفي حياتنا. اسمعيني منيح يا بنتي، بدي منك هلأ ما تضعفي وتكوني قوية. لسه الحياة قدامك طويلة ورح تمر بمطبات أكبر من هاي. هلأ لحتى أمك ترتاح بقبرها المفروض نحنا إنه ندعي لها، هذا أحسن شي بنعمله. طيب وين هالبيت اللي عم تقولي عنه؟ أنا كيف صدقتك بوران؟ إن شاء الله يطلع كلامك مزبوط. علي، علي عزات. علي كيفك أخي؟ طمني، أنت منيح؟ منيح منيح. علي
طمني صار لك لا شيء؟ لا أخي لا. علي، لمين هالبيت؟ هذا البيت لواحد مسكين لقاني باليوم يلي وقعت فيه عند الوادي. كنت غايب عن الوعي، جابني لهون، عطاني دواء واهتم فيني لحتى تحسنت. علي صارحني، انت منيح هلا؟ عم يوجعك شيء؟ قل لي. روق اخي روق. منيح. ليك علي، مبين هذا الزلمه منيح وابن حلال، ليش ما قلت له؟ طيب يعني ليش ما دليته على بيتنا مشان يجي ويخبرنا ويطمنا عنا؟ بعدين وينه هلا؟ ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. الأصراط المستقيم. عن جد الله يجزيكم الخير يا لورين خانم، عملتوا عزا هالمسكينة، هو منيح كسبتوا ثوابها. الله يعطيكم على قد نيتكم. هذا واجبنا. المرحومة كانت غالية، ايه، ونحن عملنا الأصول مو أكثر. بهي خانم، وين نيفين؟ ليش مانا بالعزا؟ شو هي ما بدها تكون بعزا حماتة يعني؟ طالعة من العملية جديد ولساتها تعبانة. أنا ما خليتها تنزل وتركتها فوق لترتاح. يا حرام، هالبنت لساتها صغيرة وخسرت أمها بهالعمر. يا علي، بتقطع القلب حالتها من وقت ما توفت أمها وهي ما نطقت ولا بكلمة. يا حرام يا علي. يلا علي، خليني أخذك. أخي أنا ما بدي أرجع معك على البيت. شلون؟ كيف يعني ما رح ترجع؟ مثل ما سمعت أخي، أنا ما رح أرجع معك. الله يوفقك، فهمني، أنا ما عاد فيني أرجع لهونيك. بصراحة مو طايق أشوف أي حدا منهم. شوف، بسببهم حياتي كلها تدمرت. اسمع، أمك حالتها صعبة كتير، دموعها ما عم تنشف من زعلها عليك. روح قول لأمي إني متت. إلا أنه راح وما عاد يرجع. قول أي شيء. ما بدي أرجع أخي. طيب أمرك. هلأ بالله وخلي أمك تموت من القهر والزعل، هيك بدك أنت؟ علي، ما بدي أي اعتراض، رح أخذك معي. انتهينا. يلا يلا أخي، يلا يا حبيبي، خلينا نروح. كيف عرفت إني هون؟ لا تسأل، خلص، قصة طويلة بحكي لك إياها هلأ ونحن رايحين على البيت. ماشي؟ ماشي أخي، بس يلا خلينا نروح. يلا بعد إيدك عنه. اترك الولد، عملك أبي. مين؟ أنت أبي؟ أبي هذا عزات؟ رد علي. إيه بابا. هذا بابا؟ كيف يعني بابا؟ شو عم تحكي أخي؟ Sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerini